سنة دكتور. ما كنتش تعرف انك جامعة. نعم نعم دكتور. بداية طبعا ارحب بالفريق الوزاري وايضا اخوان وزملاء اللي موجودين معانا حاليا بالزوم. احنا بدينا طبعا ايضا من تاريخ 22 بالامتحانات. الحمد لله لحد الآن تمر الامتحانات بسلاسة، أكيد تظهر قسم من المعوقات التقنية تحديداً، بس إن شاء الله يتجاوزوها الكليات والمعاهد، وإحنا متواصلين وكل يوم عندنا تقرير نرفع يعني عن طريق الفريق المتابعة تقرير عن كل الحالات اللي ظهرت في كل كلية أو معهد، ونبعثها للعمداء حتى يسوون كنترول على الموضوع. بالنسبة لنا مثل ما تعرفون الكليات والمعاهد موزعة بثلاث محافظات، محافظة نينوى وكركوك وصلاح الدين، فلهذا السبب عندنا التوقيتات الامتحانية مختلفة يعني حسب تشغيل المولدات الكهرباء اللي موجودة وحسب وضع الطلبة، لأنه دايم يمتحنون صباحي ومسائي سوا، فلهذا السبب يعني التوقيتات مو ثابتة بكل الكليات والمعاهد، كلها معلنة بالويب سايتات، أيضا الروابط الإلكترونية كلها معلنة ويصير عليها تدقيق أنه أي رابط إذا ما شغال نبلغ الكلية أو المعهد المعني. بالنسبة لعدد الطلبة المشاركين بالامتحان منذ بداية الامتحان بلغ عددهم أكثر من 15,000 طالب و618، نسبة الحضور تقريبا يعني أكثر من 14,000 طالب و493، نسبة الغيابات يعني ما تتجاوز يوميا بين 3 إلى 5%، عدد الأقسام العلمية المشاركين بالامتحان أكثر من 76 قسم. المنصات اللي مستخدمة كلها منصات الجوجل ميت، يتم التواصل وياهم، وأيضا عندنا رابط زوم خاص بغرفة العمليات التابعة لكل كلية أو معهد، إحنا ندخل عليه كفريق متابعة يوميا معاهم، ومن خلالها راح نتابع الكليات والمعاهد. فما أعرف حضراتكم تحبون يعني ننتقل إلى واحدة من القاعات؟ نعم دكتور ننتقل. أي نعم. احنا هسه الطلاب اشتركت بالمرحله الاولى. نعم عندي 25 طالب حاضر. نعم و 8 طلاب غياب. شنو مشكله الغياب؟ تتابعون الموضوع؟ نعم تتابعون الموضوع يعني هم نعم. محاضرين منذ اليوم الاول من الامتحان، لو هاليوم صادف عندهم فد مشكله وما حضروا؟ اغلبهم دكتوره يعني مقدمين تعجيل. نعم يعني ما مستمرين بالدوام. نعم 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 استيهان، ممكن تنطينا يعني على اعتبار انه الامتحانات بدت قبل اسبوع يعني من هذا التاريخ من بدايه هذا الاسبوع الحالي، ما صادفتكم اي مشكله تقنيه؟ الحمد لله لا دكتوره كلش ماشيه، ومع الطلاب تقدرين تسالين الطلاب يعني. شكرا جزيلا. شكرا. بالعكس دكتوره الامور ماشيه تمام. شكرا جزيلا، بارك الله بجهودكم، تحياتي لجميع اللجنة الامتحانية وغرفة المتابعة في كليتكم، شكرا جزيلا. اهلا بك دكتورة. فرق قارئ العام يعني مشاكل 70% 80% باستخدام البريد الالكتروني طبعا بشكل نعم. الطلبة يدخلون للامتحان بسهولة والحمد لله ما كان مشاكل. جزيل الشكر عيني استاذ رائد، بارك الله فيكم وبجهودكم، وايضا تحياتي لكل اعضاء اللجنه الامتحانيه ولجنه المتابعه، شكرا جزيلا. شكرا عيني استاذ رائد. عفوا. نعم دكتور عامر، تحبون نكمل يعني اذا وقتكم يسمح؟ شكرا جزيلا يعني خلينا نستلم توجيه المكان. شكرا جزيلا. شكرا دكتور بتوجيهاتكم ومتابعتكم. شكرا شكرا دكتور، يعني حضراتكم ايضا جهودكم كبيره جدا واستثنائيه، وملاحظاتكم وتواصلكم معنا هو هذا اللي ينطينا حافز انه نقدم افضل ما يمكن، ونظهر يعني هاي التجربه انجاحها ايضا نحس بها انه مسؤوليه جدا كبيره علينا، واحنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الوزاره ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك دكتور. شكرا تحياتي للجميع. يا اهلا وسهلا. يا دكتور يا اهلا وسهلا بارك الله فيك.